الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. حضرة رئيس الحفل الكريم والحضور الأجلة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع انصروا إخوانكم بدعائكم في هذه الحفلة المباركة التي تنعقد بمناسبة المسابقة السنوية. أيها الإخوة، حديثنا اليوم عن فلسطين. لقد تقرحت أكباد الصالحين ودمعت أعين الناظرين مما يجري من قتل للمستضعفين في فلسطين على أيدي اليهود الغاصبين. أحداث تفتعل وأدوار تمثل، وقتل ودمار وحصار واعتداء، وتشريد للمسلمين الأبرياء. أحداث دامية ومناظر مأساوية، تتفطر لها القلوب وتدمع لها العيون. أيها الحاضرون، ولنا مع ما حدث وحل بالمسلمين هناك أربع وقفات مختصرة لضيق الوقت والمقام. أما الوقفة الأولى، فإن ما يفعله أعداء هذا الدين من قتل وتعذيب واعتداء على المسلمين في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين ما هو إلا صراع بين الحق والباطل، ورغبة منهم في كيد الإسلام وأهله وردهم عن هذا الدين العظيم. وصدق الله، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن سنن الله الكونية أن الله يبتلي عباده ليمحصهم وليميز الخبيث من الطيب قبل أن يمكنهم، كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أما الوقفة الثانية، فاعلموا أن النصر والأمن من الله سبحانه دون سواه، وهو سبحانه مالك الملك ومدبر الأمر وكاتب النصر ومسخر الجند، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمن كتب الله له النصر فلن يهزم مهما بدا ضعيفا، ومن خذله الله فلن ينصر وإن بدا قويا. هو القائل سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أما الوقفة الثالثة، فليعلم كل مسلم غيور على دين الله أنه مهما ساء واقع الأمة ومهما امتد كيد الأعداء وطال ليل الظالمين، فإن المستقبل لهذا الدين والعزة لأوليائه ولو بعد حين. وتشهد بذلك نصوص القرآن والسنة، وقد وعد الله في كتابه المؤمنين بالنصر والتمكين، فقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال جل في علاه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وبين صلى الله عليه وسلم أن النصر لهذا الدين والتمكين لأهله رغما عن أعداء الإسلام والمسلمين. ففي الحديث الصحيح
قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وبشر صلى الله عليه وسلم بالنصر لهذا الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ففي هذه النصوص يتبين أن من سنة الله في خلقه أن ينصر عباده المؤمنين، وأن يمكن لهم في الأرض متى ما قاموا بنصر دينه وسعوا لذلك. ولئن تخلفت هذه السنة في بعض الأزمان أو بعض الأماكن والأحوال فما هي إلا لحكمة يريدها الله، وهذا لا ينقض القاعدة، وهي أن النصر لمن ينصر دين الله. ومهما كاد أعداء الإسلام لدين الله ومهما بذلوا لمحاربته فإن الله لهم بالمرصاد. أما الوقفة الرابعة أيها الحاضرون، الواجب علينا جميعا دون استثناء أن ننصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، ونحن كأفراد مؤمنين نملك بفضل الله سلاحا فتاكا نستجلب به نصر الله. إنه الدعاء سلاح المرسلين وأتباعهم من الصالحين على مر العصور والدهور. فالله الله عباد الله، لا تنسوا إخوانكم المستضعفين من الدعاء وعلى عدوهم بالهزيمة والخسران المبين، وألحوا في دعائكم وتحروا أوقات الإجابة كما بين الأذان والإقامة وفي سجودكم وفي الثلث الأخير من كل ليلة وفي آخر ساعة من عصر كل يوم جمعة. أيها الحاضرون، لقد عظم الخطب واشتد الكرب على إخوانكم، وليس لنا ولهم ناصر إلا الله جل في علاه، فادعوا الله في هذه الساعة وأمنوا وأنتم موقنون بالإجابة. أخيرا أنا أدعو الله عز وجل: اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، وأعنهم واصرف عن بلادنا وعن فلسطين كل سوء وفتنة. أنا أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.